أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نرى بعض المصلين يوم الجمعة في الحرم وبسبب شدة الحر يأخذ مهفة يهف بها أمام وجهه ليلطف الجو ويجلب الهواء، فهل هذا من اللغو أو لا يؤثر ذلك في صحة الجمعة؟ هذا يكره، يقولون يكره تروحه في الصلاة، هذا من الأمور التي تكره في الصلاة لكنها لا تبطل الصلاة. نعم.